زي دلوقتي في إمكانية إن أنت تسيطر على حد عبر آلاف الكيلومترات. بس الأول عشان ما الناس ما تتوش، إحنا شرحنا موضوع البارتكلز اللي هي بتاعت النانو تكنولوجي. كيف يدخل بقى هذا التكنيك اللي هو البارتكلز اللي اترشت في الكيمترال؟ هو كان في حته في الفيلم يعني كان نفسي الناس تشوفها، ان ازاي وهو الكيمترال بقى نازل على الناس ان ده بيخترق الجلد ازاي وبيدخل. طيب خلاص اخترق. اخترق ايه بقى؟ حاطط انا حاطط فيه حاجه معدن روش بالظبط. المعدن ده بقى بيتيح لي ايه؟ ان انا عندي منظومه هرب مشغلها، عايز اشغلها للتحكم العقلي على حد في مصر، انا في امريكا وعايز اتحكم في واحد في مصر. قمت انا مشغل هرب، وهنتكلم ازاي عن طريقه منظومه اقمار صناعيه لسه هنتكلم عليها، ازاي انا ممكن اتحكم داخل بلد اخر على بعد الاف الكيلومترات، سواء في تجمعات، سواء في شخص، سواء في شخص داخل منزله، داخل مؤسسه حاكمه، داخل كذا، داخل كذا، داخل كذا، ممكن اتحكم في شخص معين، وممكن اتحكم في سلوك افراد، ممكن اتحكم في سلوك كذا. انا ممكن اعمل كده من غير البارتكلز بتاعت النينو، وهشرح ازاي. بس البارتكلز بتاعت النينو دي بقى بتساعد السيطره العقليه الكامله، لدرجه ان انك انت تتحكم عصبيا كاملا في هذا الشخص بعينه، او في يعني لو في تجمع مظاهره بتاع اقدر اخليهم في ثانيه يهيلوا كلهم، يضربوا بعض كلهم، لدرجه ان انت ممكن عن طريق اللي انت يعني دي عايزه اصلا، دي عايزه موال ان احنا نشرحها، يعني دي عايزه كذا ساعه عشان ادي نماذج كتير لشرحها. بس باختصار ان على حسب الهدف اللي انا عامل منه البارتكلز دي بحدد انا بقى هيتم السيطره دي في انا ممكن احول حد لانه يكون انتحاري في اي وقت، انا ممكن احول حد لانه يكون روح هاجم كذا، روح اعمل كذا، وهو مش عارف ان هو مسيطر عليه تماما. لهذه القدر وصلت هذه التقنيه من السيطره، لهذا القدر وصلت هذه التقنية من السيطرة. ولازم الناس، اي حد مش مصدق او اي حد كذا، انا بدعو كل الباحثين طيب ان هم يطلعوا يتكلموا في ده اعلاميا. ولاء طيب. صلاح بتقول ممكن نعرف اسم الصفحة للدكتورة مايا على الفيسبوك؟ هو يعني انا حاب اديهم صفحة انا بنزل بنشر فيها مواضيع وبنشر في كذا موقع. هم عايزين اسمها، هم عارف يخش على الصفحة زي من غير ما يعرفوا اسمها، لان انا مش بنشر على صفحتي، انا بيني وبين حضرتك. طب يعرفوا ازاي؟ طيب انا يعني انا ممكن ان انا ارسلها اقول لها، لاني انا طيب. في حاجات عامله مشاكل معايا يعني، في انا طيب ماشي. في حرب بتتعمل معايا، فانا طيب مش عارف. طيب يبقى على الجروب يعني بتاع البرنامج عشان يمسكونا كلنا ان شاء الله. شريف احمد بيقول يا استاذ ابراهيم، غاز الكيمتريل بيترش في سماء مصر بكثره، وشفته في السنين الاخيره بكثره وفي الايام القليله الماضيه، ايه حكايه القصه ديت؟ ما احنا ما ده الموال يا عم شريف اللي بنتكلم فيه، حكايتي ايه؟ قالوا احنا عمالين ايه، نحصر الاتحادية ونحصر الدستورية، وعمالين بنتخانق في خناقات قد كده، مش قادرين نتفق على دستور، مش قادرين نتوافق على حاجة، واحنا حقل تجارب شوفي من سنين قد ايه، واحنا متسابين كده، حقل تجارب مصر متسابة حقل تجارب. ازاي غاز بتاع ده بيرش فينا؟ تقولش احنا غيط قطن. ياريت. انا شفت الطيارات بس بترش القطن بالتكسفين والبتاع ده، هو احنا ما حصلناش ده. لا وللاسف ان انا بقول يعني مصر اليومين اللي فاتوا بالذات غرقانه كيمتريل، يعني هي كان على طول طبعا اكيد البتاع اللي بيهيل الناس، ما هو ده احنا مش طايقين بعض كلنا، غرقانه كيمتريل بتاعي، ما حدش طايق التاني، ما هو ده باين اهو، يعني اي حد بيبص ويوميا يعني دي حاجه فضيحه. يعني محمد رمضان بيقول يا دكتوره ركزي الله يكرمك، الموضوع شيق بس الدكتوره مش شاطره في التواصل. لا هي شاطره في التواصل بس الموضوع كبير جدا والله. انا بحاول ابسطه، هي المشكله ان انا بحاول ابسط وعايز ادخل اكبر حاجه، لان لسه هتكلم على موضوع كمان. طب برضه عماد الدين بيقول استاذ انا لا بقول قروا من الضيفه كريمة التركيز على موضوع واحد، وان تكون المعلمات موثقه بالادله العقليه والعلميه والوقائيه. انا مش عارف يا عماد يعني كل ده من يا استاذ عماد، انا ممكن اديك حاجات كارثيه لو انت عايز تدخل في الموضوع، ممكن انزل لك اللينكات كامله بكل الوثائق الرسميه وبكل خلاص المعلومات. خلاص وبنزليها على بتاع اللي عندنا، لان هي طبعا لا يمكن وقت الحلقه يتيح. طيب خلاص على صفحه البرنامج عشان عماد. هو كان بيسالك انت خريجه كليه ايه؟ انا هندسه. هندسه، انما انت متخصصه في المجالات المغناطيسيه والحاجات دي. بعد ما اتخرجت انا بقالي 22 سنه في المجال اللي هو التقنيات الماجنتيك فيلدز والتاثيرات البيولوجيه بتاعت ماجنتيك فيلدز، ونشر حاجات كتير بره وعامله فيها شغل جامد يعني. طيب خلينا دلوقتي ده رساله ثانيه. طيب دكتور احنا وصلنا لغايه فين؟ احنا وصلنا لجزئيه عشان يعني مهم ان احنا
بس الناس تكون مستوعبه ده. يعني انا طبعا يعني برجو ان انتم تعذروني ان انا في برانش معقد جدا عشان الواحد يبسطه للناس ان هو يقوله في كلمتين, يعني ممكن يبان للناس ان هو صعب, بس انا بحاول ان انا ابسطه ان انت على الاقل تعرف ان في دلوقتي. طيب عشان نبسطه, بص يا دكتوره خلينا ماشيين في حاجه, يعني احنا خلينا دلوقتي في الكيمتريل المصيبه السوداء اللي احنا حقل تجرب ليه ده بترش علينا ده. تعرف حضرتك هو ده اللي علاقه بانا وانا شاعر. عارف ايه حضرتك مثلا الصعوبه في الجزئيه دي, ان انا بحاول ابسطها ان نفسي الناس تفهم ان الاسلحه الاساسيه بتاعه السيطره على العقول متداخله مع بعضها, زائد ان داخل معاها, وارجو الناس تركز في الحته دي, ان داخل معاها تقنيات التفكيك الذهني اللي اتكلمنا عليها في طيب. اول الحلقه طيب يعني طيب انا عشان خاطر نوصل عشان نقف عند حته طيب. نبتدي أوكي. نبتدي بعد الفصل منها يعني أوكي. احنا دلوقتي بنتكلم ان السيطره على العقول دي حدوته كبيره جدا. الكيمتريل ده غاز كان بترش لاسباب كثيره, يعني هم بيموتوا في الناس كده وبتاع, فاكتشفوا ان هم يقدروا يستخدموا في الكيمتريل اللي بترش ده حاجات تساعد تخلي تخدم فكره السيطره على العقول وتفكيك العقلي وتعمل حاجه من غير بقى ما ايه ما يضطر يمسك واحد ويسجنه ويعمله ولا ويستخدمه. اصبح النهارده استخدم الكيمتريل فاصبح النهارده بلد بحالها ممكن يسيطر عليها. واضح انا فاهمك كده. طيب ازاي يعني انا مش هقول ازاي ايه, عايزين نعرف بقيه المعلومات من غير ما نخش دلوقتي. عرفنا ان الكيمتريل اللي ممكن بتحط حاجات النانو اللي هو صغير ده, يا رب اخونا دكتور زويل بتاع النانو ده يقول لنا ايه اللي بتعمل فيه. لا انا عايزه برضه هتكلم على حاجه في ان شاء الله بعد الفاصل, حاجه مهمه جدا. طيب خلينا بقى